إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم والتوحيد مصدر وحد واشهد الله عز وجل فيجعله لقام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. مجالس العلم. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو محاضرة أو خطبة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم. مجالس العلم. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج. مجالس العلم. من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهيجان. مجالس العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مجالس العلم. إخوتي الأحبة، إن السيرة النبوية غنية بالمبادئ التربوية مثل تربية الحواس ووجوب التعلم ونشر العلم واستمرارية التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتوجيه المتعلم نحو التربية الذاتية والتدرج في التربية والتجديد والمرونة في التربية والصحبة بين المعلم والمتعلم، والتي ساهمت في بناء مجتمع إسلامي استطاع أن يصمد في وجه التحديات لقرون طويلة. إن أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بالتنوع والمرونة والتكامل والشمول، مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان ولكل فئات البشر. ومن هذه الأساليب التربية بالقدوة والتربية بالقصة والتربية بالأحداث وغيرها من الأساليب التربوية التي يمكن العمل على تفعيلها لإيجاد الحلول لبعض المشكلات التعليمية والتربوية التي تواجه المربي المسلم. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع محاضرة قيمة بعنوان: بعض السمات التربوية في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، والتي ألقاها في جامع العقيل في حي غبيرة بمدينة الرياض. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على رسولك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى السائرين على نهجه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، يجمل الحديث ويحسن إذا كان عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كمله الله بصفات لم تكن مجتمعة في أحد من الخلق قبله ولن تكون لأحد بعده. محمد بن عبد الله سيد المرسلين، إمام المتقين، صفوة الأنبياء، خير الأصفياء، الصادق الأمين، التقي النقي، أطهر الناس قلبا وأصفاهم نفسا وأعمقهم إيمانا وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله جل وعلا. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، كما يقول الأعشى. وفيه يقول صاحبه حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك
لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهذا نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله فيه هذه الصفات فكمله، فكان كاملا مكملا، أي الكمال البشري الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه قد يكمل خلق من خلق الله من الرجال والنساء، فكيف بسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى، فهو المعصوم، أفعاله وأقواله كلها تشريع، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يقول، فنهاه بعض الصحابة وقالوا تحدث عن رسول الله وهو بشر في كل شيء، يغضب كما يغضب البشر ويحزن كما يحزن البشر، يعني كأنهم يقولوا لا تكتب عنه إلا ما يحدث به كحديث، موعظة، خطبة جمعة، أما كل شيء هذا فهمهم رضي الله عنه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته إن قريشا تقول كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام اكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق. فهو إذن عليه الصلاة والسلام القدوة المثلى، وهو صلى الله عليه وسلم المربي الأول. فإذا أردنا أن نعرف كيف نربي من تحت أيدينا من أولاد أو طلاب، فلا ينبغي أن نحيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، أولا لأنه المعصوم وما عداه يخطئ ويصيب. فالأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله لما مر بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبارته التاريخية الشهيرة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فهذا معصوم عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم عاش في حياته في مراحل متنوعة، متنوعة الأطوار، مختلفة الأحوال، عاش الفقر والغنى، عاش الأمن والخوف، عاش القوة والضعف، عاش النصر والهزيمة، عاش اليتم والعزوبة والزوجية والأبوة. فهو تعامل صلى الله عليه وسلم مع كل مرحلة بما يناسبها، ولهذا استطاع هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يخرج هؤلاء العرب والذين كانوا رعاة للإبل والشاء لم يكن لهم قدر ولا قيمة، أخرجهم في سنيات قليلة حتى أصبحوا سادة الدنيا. يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كل هذه الأخلاقيات، فأصبح الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمة كاملة، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل. يقول كارليل وهو أحد الكتاب الغربيين في كتاب له بعنوان الرسول المعلم، يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يقارن بين حال العرب قبل البعثة وبعدها. قال عن العرب هم قوم يضربون في الصحراء لا يؤبه لهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والمعارف، وكثروا بعد القلة وعزوا بعد الذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعلومهم وعقولهم. حديثي إليكم أيها الإخوة في هذه العجالة يتمحور حول بعض السمات في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، كيف كان يربي أصحابه، كيف كان يتعامل معه وهم يمرون بحالات متفاوتة، ليسوا على طبقة واحدة لا في الفهم
ولا في السن ولا في حال الفقر والغنى، هم يتفاوتون. والظروف أيضا لتمر بالإنسان في حياته دائما تكون متنوعة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الأصحاب الأطهار الذين أخرج منهم سادة الدنيا، فكانوا هم القادة وهم الذين حملوا مشاعل النور فأضاءوا بها غاسق الظلمات وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحاول أن نقتبس شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم وسمته أو سمات منهجه في التعامل مع أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام، هذه السمة الأولى، يزاوج في تعامله مع أصحابه بين اللين والشدة، لم يكن دائما على منهج واحد بين هذا وهذا، وإن كان الغالب على تعامله مع أصحابه بل ومع غيرهم حتى هو اللين والرفق، لكن ربما أحيانا يحتاج الموقف إلى شيء من الشدة والغلظة، لأن وقع التوجيه بهذا الأسلوب الذي يصاحبه شيء من القسوة ربما يكون أوقع في نفس ذلك المتربي، لكن لظروف وحالات استثنائية. والشاعر يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أرأيت إلى الطبيب وهو يعالج المريض ربما يقرر أنه لا بد من بتر قدم أو يده أو يكتب له علاجا مرا، لكن يتوقع أن فيه الشفاء، ومع ذلك لا أحد يتهم الطبيب بأنه يبغض المريض. فإذا قد يحتاج الموقف إلى شيء من الشدة من المربي، ولكن كما قلت في حالات استثنائية قليلة. نأخذ بعض المواقف من حياته صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق بالناس في الصلاة، فما كان يطيل عليه. روى الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة، يعني ما أكاد أصلي جماعة، لماذا؟ قال: مما يطول بنا فلان، يطيل علينا إطالة شديدة ينفرنا. يقول أبو مسعود، يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. يعني قام واعظ الناس فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز يخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولما دخل عليه مرة أحد أصحابه وكان في إصبعه خاتم من ذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب ونزعه من يده، ثم طرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ ما فعل هذا إلا غضبة لهذا الصحابي، هو يغضب عليه ويغضب له خشية أن يعذبه الله، فرمى بهذا الخاتم. قال الصحابة بعدما ولى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. انظروا إلى وقع الكلمة، مع أن فيها شدة عليه، لكن لأنه يعلم أن منطلقها كان هو الرحمة والحدب والإشفاق عليه، تقبل النصيحة والتوجيه بأحسن القبول. قالوا: خذ خاتمك انتفع به، يعني تبيعه مثلا. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالات، لكن هذه استثناءات، والأصل أن نتعامل مع من تحت أيدينا بالرفق واللين وعدم الشدة. السمة الثانية من سمات منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم: الصبر على تعليم الجاهل وحسن عرض المعلومة بأسلوب يناسب عقل المتعلم. أحد الصحابة اسمه معاوية بن الحكم السلمي، لعله كان حديث عهد بالإسلام، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مأموما، في أثناء الصلاة سمع أحد الصحابة في الصلاة وقد عطس، فقال له معاوية وهم يصلون: يرحمك الله، في أثناء الصلاة. طبعا هو لا يعرف أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، لكنه سمع أن الإنسان إذا عطس يشمت يقال له يرحمك الله، فقالها. يقول:
فجعلوا أي الصحابة يرمقونني بأبصارهم. خطأ واضح، جعلوا بعيونهم، ما يستطيعوا يتكلمون طبعا، إلى الآن ما فهم. يقول فقلت وثكل أمي ماذا صنعت، هذا كله في الصلاة. فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني. ما الموقف الذي يكون في هذه الساعة؟ يقول فلما انتهت الصلاة فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بهذا الأسلوب الراقي وبهذا المنهج الذي يفوح رحمة وشفقة وأدبا، كان عليه الصلاة والسلام كذلك. مجالس العلم. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان السمات التربوية في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر. أيضا من ما يذكر في هذا الباب في تعليمه عليه الصلاة والسلام للجاهل ومراعاة حاله، تعامله مع الطفل. كيف نتعامل يا أخواني مع أطفالنا؟ كثير منا مع الأسف يتعامل مع الطفل كأنه يتعامل مع إنسان كبير، يخاطبه أو ينهره ويوجه إليه اللوم والعتاب كما لو كان كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال؟ تخيل أنه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان معه ابنه الحسن حفيده ابن فاطمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو طفل صغير. في أثناء الصلاة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن الحسن هذا المنظر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. انظر إلى أكمل الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتحرك صلى الله عليه وسلم، بل أطال السجدة إلى أن مل هذا الطفل ونزل من ظهره. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أثناء الصلاة خافوا على رسول الله من طول السجدة. يقول الراوي قال هذا تجاوز، هذا الصحابي يقول ونحن سجود رفعت رأسي، قال فرأيت الحسن وقد امتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة سأله الصحابة يا رسول الله رأيناك أطلت بنا في سجدة، يعني يسألون هل هذا مثلا وحي جديد سنة أن تطال سجدة في الصلاة، ما الخبر؟ قالها بكل وضوح، إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني مثل الراحلة، لما رآني ساجدا تذكر الراحلة فصعد على ظهري، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أبعده حتى يقضي حاجته. مراعاة لنفس الطفل وظروف الطفل وعقل الطفل، فصلوات الله وسلامه عليه. أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يحدث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، فما قال لشيء صنعت لما فعلت كذا، ولا لشيء تركت هل فعلت كذا. وقد يواجه المربي من الناس غلظة وجفاء، وهكذا الداعية إلى الله يجد أحيانا في مواقف معينة شيء من القسوة، مع أنه يدعو الناس إلى الخير. كيف يتعامل المربي؟ انظر كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس إذا قسوا وأغلظوا عليه في التعامل. كان يمشي عليه الصلاة والسلام مرة كما يقول أنس، يقول وعليه صلى الله عليه وسلم بردة نجرانية غليظة الحاشية من صوف،
فجاء أعرابي من خلفه فجبذه جبذة رأيت أثرها في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ التفت عليه فضحك وأمر له بعطاء وانتهت القصة. فأي خلق هذا وأي عظمة هذا! من أساليب وسمات منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التربية استخدام التوجيه غير المباشر. أحيانا التوجيه التعليم قد يكون مباشرا مثل ما يحصل الآن، مثلا تعليم مباشر، وقد يكون بطريقة ليست مباشرة، يستغل فيها حدث من الأحداث فيوجه من خلال هذا الحدث، وهذا كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من استغلال الأحداث ما رواه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له مرة بردة من أحد الملوك، وطبعا هدية الملوك ماذا تتوقع أن تكون؟ يعني ستكون من النوع الفاخر قطعا، فكانت ناعمة الملمس. فجلس الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذه البردة ويقلبونها بين أيديهم ويلمسونها ويتعجبون من نعومة ملمسها، وهم رضي الله عنهم ما عاشوا في الترف والنعيم الذي نعيشه اليوم، فتعجبوا منها. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل قلوبهم إلى الآخرة في هذا المنظر، لأن الآن ربما مالت النفس إلى الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من نعومة ملمسها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذا. فتخيل لما يسمع الصحابة مثل هذا كيف تزهد نفوسهم في الدنيا وتقبل إلى الجنة. والأحداث في هذا كثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحاول أن يربط الصحابة من خلال ظواهر كونية، أحداث القمر مثلا رآه عليه الصلاة والسلام في ليلة أضحوانية، ليلة مش يعني صافية مكتمل، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذا القمر؟ رفعوا رؤوسهم، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم أن لا تفوته صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. هذا هو الثمن، صلاة الفجر وصلاة العصر. ثمنها ما؟ نتيجتها ما؟ رؤية رب العالمين، أعظم نعيم لأهل الجنة. أخيرا أيها الإخوة، من سمات منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع من تحت يده بلا تكلف ولا تصنع، إنما كان يباسطهم، يضاحكهم، يشهد جنائزهم، يعود مرضاهم، يشهد أفراحهم، يهديهم ويهدى له فيقبل، يجلس معهم فلا يعرف الغريب أين هو، يدخل فيجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فيقول أيكم محمد؟ هذا يدل على ماذا؟ أنه لم يكن له مكان مميز، بل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام، فهو إذن لم يكن يتكلف عليه صلوات الله وسلامه. يقول أنس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير نغر طائر، فكان دائما هذا الطفل يحمله ودائما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ما رآه معه قال ما فعل النغير يعني أين هو؟ فكان حزينا أخو أنس، هذا كان حزين، قال مات يا رسول الله. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يعزيه ويلاطفه، تعامل معه بعقله، فإذا هو كان ينزل لمستوى الناس ويصادقهم، يهون عليهم المصائب، يعزيهم. لما مات أحد أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصحابة والحديث المسلم بإسناد صحيح، كان معه ابن له يحبه حبا شديدا، فلا يأتي مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا وولده معه، ما يستطيع أن يفارقه. يقول الصحابة فكنا نعجب له، نراه أي الطفل مرة يصعد على ظهره ومرة في حجره ومرة يعبث بلحيته، فما يزيده على التبسم من شدة تعلقه بولده، ما كان يقول له شيء.
فعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال مرة يضاحكه يقول له يا فلان أتحب هذا؟ تحب ابنك؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. سبحان الله كيف يبتلى المؤمن مع الأيام فقده صلى الله عليه وسلم. فجلس يسأل ما لي لا أرى فلانا، لاحظوا يسأل عن أصحابه أين فلان، ما لي لا أرى فلان، قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك يعني مات، فهو جالس في البيت يبكي ما أصبح يخرج للناس من المصيبة التي نزلت به. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم معزيا ومعه بعض أصحابه، فلما دخل عليه وجده في غاشية الحزن قال يا فلان أتحب أن تمتع ولدك يعود للدنيا وتمتع به مرة أخرى، أو اسمع الخيار الآخر، أو أنك إذا مت وجدته أمامك يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا، أيهما أحب إلى قلبك؟ قال بل أرضى وأصبر يا رسول الله. قال بعض الصحابة يا رسول الله أهذا له وحده؟ هل هذه خاصية له؟ قال بل لكم كلكم. آخر موقف في هذا الجانب يدل على بساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه ولطفه الشديد مع أصحابه، أن أحد أصحابه من أهل البادية كان يقال له زاهر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فإذا دخل زاهر على رسول الله معه الصحابة، وكان من كما جاء في وصف هذا الصحابي كان فقيرا وكان دميم الخلقة، يعني كان لا يؤبه له عند الناس، لكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم له مكان خاص. كان إذا دخل هش في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال هذا زاهر هو باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا ذهبنا للبادية ننزل عنده فهو باديتنا، وإذا جاء المدينة ينزل عندي. هذه أيها الإخوة بعض السمات لمنهج رسولنا صلى الله عليه وسلم في تربيته وتعامله مع أصحابه ومن حوله. رزقني الله وإياكم حسن الاقتداء به، وحشرنا الله في زمرته، وأوردنا حوضه، وسقانا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمتنا على سنته، وجعلنا من أنصار شريعته، وابعثنا يوم القيامة في زمرته، ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين، وجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس العلم. أحبتي الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حيث استمعنا معكم إلى محاضرة قيمة بعنوان بعض السمات التربوية في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، والتي ألقاها في جامع العقيل في حي غبيرة بمدينة الرياض. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العلم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم. والتوحيد مصدر وحدة واشهد الله عز وجل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مجالس العلم. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو محاضرة أو خطبة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم. مجالس العلم. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج. مجالس العلم. من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهيجان. مجالس العلم.